المؤلفات؟ والله يعني رسالة الماجستير والدكتوراه. الماجستير كان في كتاب الحدود من صحيح البخاري، ما شاء الله، شرح الملقن. وفي الدكتوراه كانت أجوبة ابن القيم على الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة، مجلدين، هذا في مجلد وهذا في مجلدين، ما شاء الله. وأيضا فيها طبعت، هذه مطبوعة، يعني الماجستير ما طبع لأنه كان يستلزم طباعتها كلها. أيوة، لكن رأيت إن شاء الله إني أطبعها، لأنها في يعني كتاب الحدود خاص يعني، واجتهدت في ذيك الأيام يعني، كنت شيء في عندي شيء من التفرغ، ما شاء الله. أيوة، فإن شاء الله إنه يطبع لوحده. أسأل الله يسلمك. أيوة بإذن الله. ورأيت بعض الإخوان طبع يعني كل عمل، أيوة كل عمل له طبع بانفراد. كتبت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء السنة، ما شاء الله. أيوة، كتيب نحو 100 صفحة. وأيضا الأحاديث، حديث الاستحاضة، جمع ودراسة حديثية وفقهية. وكذلك رسالة يعني لطيفة سميتها منهج البخاري في نقد الغلو، ما شاء الله. نعم، وهي تتعلق بالأبواب التي نص فيها على أو يعني ذكر فيها نماذج من الغلو. نعم. كانت تقريبا 9 أبواب ويعني مجموعة من الأحاديث، وأيضا تقريبا حول 80 صفحة تقريبا. ما شاء الله. تكفير الحسنات للسيئات. نعم. يعني هذه الكتب. الله يجزاك خير. ما شاء الله. سبحان الله.